الليلة. رحلتنا الفنية الليلة تأخذنا مباشرة إلى الأردن مع نجم وفنان نجح برشا في الفترة هذه الأخيرة، حقق نسبة مشاهدة عالية جدا، أيضا أغنية الاختيارات الغنائية كان موفق جدا، ينزل سينجل ينجح، السينجل اللي بعده ينجح، ما شاء الله تقريبا فريق كامل وراه اللي يخدم الخدمة هذه الكبيرة. حبيت الليلة في سهرانين عبر إذاعة تطاوين أن يكون معنا بيك سام مباشرة الليلة. سام مساء النور. يا مساء الخير، أهلا وسهلا بأستاذ مجيد، كيف حالك؟ والله الحمد لله، منورنا الليلة، أهلا وسهلا بوجودك. الله يخليك، والله منورة فيك ومنورة بكل أعزاء المشاهدين طبعا من حبيبة قلبنا تونس. الله ينورك. عودة طيبة، نعرف أنه مؤخرا يعني وصلت الأردن بعد رحلة هيك رائعة وجميلة وجولة حلوة هيك. اي نعم صحيح، مظبوط، الحمد لله الحين موجودين احنا في عمان. نعم الحمد لله على السلامه. وانا بديت اشوف، انا بديت بالاغنيه هذه، تعمدت الاغنيه هذه للاغنيه ضاربه ما شاء الله، حاليا ناجحه، ترند طالعه ايضا ترند، اضافه الى بقيه الاغاني اللي باش نجيهم ان شاء الله تباعا. حكيت البكر شو، عرجت على نقطه مهمه ان الخدمه هذه، العمل هذايا الكل وراه فريق، صحيح بيك سام الفنان النجم هو اللي طالع في الصورة، لكن فما فريق كامل هم اللي يخدموا في الخدمة هذه، فيعطيهم ألف صحة وبرافو، برافو على هذا النجاح سام. الله يخليك، شكرا كثير. طبعا أكيد أكيد، في دائما الأغاني ناجحة وراها فريق ناجح، ودائما الكيمياء اللي موجودة بين الموسيقيين هي اللي بتنتج في الآخر منتوج موسيقي ملائم يعني كويس، بيكون الناس بتحبه. الحمد لله الحمد لله. أما شو سر النجاح بيني وبينك الليلة سام؟ شو اللي خلى سام ينجح أكثر ويشع؟ يعني هذا السؤال غريب، يعني إذا كان في سر للنجاح كان ما نحب نعرفه، إحنا في زمن إباحة إفشاء الأسرار على الفور. يعني هل إنه في نوعية الأغاني، في الستيل، شنو بالضبط؟ يعني أظن كل شخصية منفردة في تجربة في تجاربها، أظن كل شخص بيقدر يسقط التجارب الخاصة فيه ويسقطها بكلماته، يعني في حالة كان الشخص اللي هو نفسه كاتب الأغاني وهو نفسه المؤدي، فالكلمات دائما هي اللي تخطف الناس. أنا ما زلت مصمم يعني أنا فنان الكلمة ولست اللحن. جيد، أو معناها هذا يتوجه يعني. أي نعم طبعا أكيد أكيد. نعم، النجاح أحيانا يكون حتى ولو صعيب شوية، لكن الأهم من هذا أنك تحافظ على وجودك وعلى مكانتك، وخاصة أنه حاليا عندك قاعدة جماهيرية ممتازة جدا الأردن، برا الأردن أيضا على مستوى الوطن العربي. سام، نعرف أنه حتى فما أيضا رابير تونسي مهم، زاد الرابير هذا يا تونسي أشاد بصوته وأعجب جدا يعني بأدائه وبصوته، إضافة أيضا إلى نجوم أيضا عرب زاد فنانين كلهم أبدوا إعجابهم وأثنوا أيضا على الخدمة الكبيرة اللي يخدم فيها بيج سام. الفريق الكل موجود بالأردن ولا منتشر نحو العالم الفريق اللي معك؟ يعني هي بصراحة إحنا الفلسطينية دائما بنلم على بعض يعني بالغربة، وإحنا دائما شعوب منتشرة في جميع أنحاء العالم ما شاء الله، فأينما توجد موسيقى جيدة فأي فنان فلسطيني أظن إنه بيلاقي نفسه في نص عائلته يعني أكيد. فدائما دائما، وإحنا يعني أنا بشتغل مع فلسطينيين وغير فلسطينيين يعني ما شاء الله الناس اللي موجودة متواجدة في الوسط الفني العربي اليوم ما شاء الله على مصراعيه، الاستوديوهات والمنتجين والملحنين، في مواهب تستحق انه الناس تشوفها يعني. فدائما دائما الموسيقيين والملحنين والموزعين موجودين يعني. وصراحة أنا بحب من هاي من خلال منصتك أستاذ مجيد إذا تسمح لي الجد أوجه تحية وشكر لكل المنتجين وكل الموزعين اللي موجودين
موجودين في الوقت العربي، لأنه إحنا عنا يمكن في ثقافتنا كمان الناس ما بتسلط الضوء على المنتج أو الموزع أو الملحن. يجي الفنان هو في الواجهة، الفنان هو فقط في الواجهة. تعودنا أن المغني هو السوبر ستار، فكمان يمكن غريب إنه الشخص الفنان هاي المرة هو اللي بتكلم في هذا الموضوع، ولكن هو مهم جدا. هاي المنصة أكيد الناس راح تفهم يعني. فبتشكر والله، يعطيك الصحة لأنك تحكي بأصلك يا سام، برافو. نقطة مهمة، نقطة مهمة جدا. سام، المعروف عليك أنك مقل شوية أعلاميا، ظهورك أعلاميا، هل إنها هذه ضمن الاستراتيجية وإلا قرار ولا شنو بالضبط معك؟ والله مش استراتيجية، بس هي يمكن طبيعتي كبني آدم. أنا مش كثير شخص بحب أني يعني أنا مش أنا، لأنه اليوم الفنانين شوي محبين للظهور، فهي شوي غلب الغالب على الطابع الطبيعي زي ما بيقولوا. هو يعني زمان ما كانت هيك، زمان قبل ما كانت هيك. أنا حاليا صراحة بفضل إني أركز في كتاباتي، في الكلام، وليس في الظهور بصراحة. يعني مش أكثر شيء بيلفتني بأمانة. حلو، كل واحد واختياراته بطبيعة، لكن أنت ممكن من الفنانين اللي تخلي خدمتك والعمل اللي متاعك هو اللي يحكي عليك تقريبا، يعني هيك اللي أنا يعني أكيد. صحيح ممكن تقولها بهاي الطريقة. صحيح مظبوط. سام، الحفلات اللي أقامتها من بداية المشوار إلى يومنا هذا، ممكن حفلة من الحفلات اللي تبقى في البال، يعني حسيتها هي توب الحفلات؟ أنا حفلة كانت، أي حفلة؟ كان في أبريل 2021 على ما أظن، في حيفا. حيفا 10 و 11 أبريل كانوا حفلتين وراء بعض. ما رح أنساهم يعني. كان بعد شنو اللي خلاها خاصة؟ شنو اللي خلاها هيك مميزة جدا؟ الجمهور، الأجواء، شنو بالضبط؟ الفرحة. لأنه من فترة يعني كان صار سنة يمكن قاعد في البيت بدون حفلات، لأنه كان في عندنا كوفيد طبعا، والحمد لله إنه خلصنا منه. بس كان في سنة كاملة ما فيش حفلات، يعني ما فيش الأرض مع الجمهور. نعم. فكانت زي ما تقول كومباك، وصراحة كان الحضور غير متوقع، والفايب في حيفا كفلسطين كان الوضع مش طبيعي. تفاعل الناس حسس لي بطاقة كتير حلوة بصراحة بهذاك الوقت. فهاي الحفلة بصراحة انساها، 10 أبريل 2021 تحديدا يعني. كان تاريخ تاريخ لا ينسى، وما بين أهلك وناسك أكيد. وهذا الكل في انتظار حفلة تونس يا سام. والله يعني احنا انا متشوق جدا صراحة. اكيد راح احب، وبكل حب وعلى نار، وان شاء الله تزبط يعني. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله باذن الله. انتم تقريبا الفترة هذه، لانه احنا توا اواخر الصيف، يعني تقريبا اخر الصيف، تحضير لتنزيل السنجل، يعني ما بعد الصيف فما مناسباتي قبل رأس السنة، بعد وقتش ان شاء الله سام؟ الأغاني قصدك؟ نعم طبعا السينجر. يعني بصراحة أنا شوي عندنا شوي تردد. إحنا في عندنا اجتماع أسبوعي أنا وإدارة أعمالي فيما يتعلق في موضوع الأغاني اللي لازم تنزل، وبصراحة ما فيش عندنا تاريخ واضح حاليا، بس إن شاء الله هيك تهدى الأمور يعني، ونقدر نرجع لنشاطنا الطبيعي، لأنه طبعا فيما يتعلق في الأحداث اللي حاصلة في غزة. نعم. مع شعبنا إحنا طبعا متضامنين. أكيد إحنا مش متضامنين، عفوا، إحنا معاهم، وإحنا معاهم قلبا وقالبا. اللي دائما تونس معروفة بمواقفها، يعني هذا شيء لا نزكي. يعطيك الصحة. سام، باش نرجع شوية زادة النقاط مهمة جدا، لأني لازم نربح منك شوية سكوبات الليلة.
لا لازم اي لا ما اي تو شوف الصحافه اوكي والاعلام علاقتك بهم طيبه والحمد لله هذا ممتاز جدا، اما لا فما اخبار ممكن الى حد الان ما زالت لم تبرز، ما زالت ما وصلتش الى متابعينك والى جمهورك اللي يتبع فيك ويحب يعني توصل الاخبار اول باول، فالى حد الان يعني انت ممكن حسيتك روغت شويه من حيث الاغاني والكل ما بعد الصيف وقتاش التاريخ والكل مراوغة حلوة يعني كروية حلوة من عندك، لكن أما نحب شوية تخرج لنا شوية سكوبات ما فيها بس. لا لا شوف أنا راح أقول لك في أغاني جاهزة ويعني بس يعني في عندي ماتيريال وفي أغاني جاهزة وإن شاء الله راح يجوا الناس راح تحبها في عندي نفس الستايل يعني تقريبا في ستايلات قديمه في ستايلات جديده في حاجات عملتها في حاجات ما عملتها من قبل ففي اشياء شوي جريئه طبقات صوت جديده علي فان شاء الله تنال على استحسان الناس يعني بس في اغاني ان شاء الله قريب. الديو مطروح ولا فكره مؤجله نوعا ما؟ الديو طبعا مطروح اكيد اكيد جدا انا